السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلابي حبايبي، طلاب أولى وثانية ثانوي. عايزين يا مستر الترجمة، الترجمة بالنظام الجديد بقت اختياري. فنبدأ أول حاجة نراجع بسرعة كده على أهم قواعد الترجمة، بعد كده نبدأ نحل عليه. فعشان نرجع لأول حاجة قلنا كلمة لقد. طيب لقد دي إحنا قلنا رقم واحد طبعا عشان نحل أي جملة لازم تبتدي بالسبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده الفعل، وبعد كده المفعول، تكون الجملة كده. فبقول لقد حققت مصر إنجازات عظيمة خلال 20 سنة الأخيرة. ابتدي مين؟ بمصر، لان مصر الفاعل، يبقى ايجيبت. بعد كده الفعل ايه؟ حققت. امال ايه لقد دي؟ لقد دي بتخلي الجمله مضارع تام، يعني حط هاف او هاز، يبقى ايجيبت هاز ميد. ايجيبت هاز ايه؟ هاز ميد. طيب لقد حققت مصر اهو انجازات عظيمه، تبقى الصفه قبل الموصوف، فاقول جريت اتشيفمنتس، انجازات عظيمه. ها خلال ال 20 سنه الاخيره، خلال يعني ديورينج ال 20 سنه الاخيره، ذا لاست 20 ييرز. طيب زمن الجملة نركز فيه، بيقول لنا لا تستطيع أختي أن تفتح الباب لأنها تذاكر دروس. أبتدي بأختي لأن الفاعل، يبقى my sister can't open the door، مش عارف تفتح الباب because إنها تذاكر دروسها. بتذاكر دروسها إمتى؟ دلوقتي الآن. فالزمن بتاعي يبقى مضارع مستمر، فركز برضه في الزمن، يبقى نقول is studying her lessons. طيب تذاكر أختي دروسها بعد العودة من المدرسة. هنا بتذاكر بعد العودة من المدرسة، دي عادتها، يعني مش دلوقتي، هي عادتها كل يوم إن هي بتذاكر بعد ما تروح. يبقى هنا بقت الجملة مضارع بسيط، يبقى my sister studies her lessons after returning from school. خلي بالك قوي بقى من السين وسوف. سين وسوف يبقى جملة في الفيوتشر، في المستقبل. فالمقول لك ايه؟ ستبني الحكومة مدارس كثيرة. يبقى هبتدي بالحكومة اللي هي the government، بعد كده أقول س اللي هي سوف يعني will، بعد كده ال verb infinitive will build. يبقى the government will build a lot of ايه؟ schools. في مشاكل كده يا شباب؟ طيب لقد، لقد انت لسه قايل مضارع تام، بس لو لقد جه بعدها فعل في الماضي، خلي بالك معايا، لو جه بعدها فعل فين؟ في الماضي، تبقى زمن الجمله في الماضي برضه. يعني انا قلت لقد اتصل بي، لحد هنا كده مضارع تام، لكن انا قلت كلمه امس. طالما قلت كلمه امس يبقى انا كده خليت الجمله في الماضي. يبقى طالما في يسترداي جمله ماضي، يبقى اقول هي تليفوند، ما قلتش هاز تليفوند بقى. طب افرض ما فيش يسترداي، يبقى انا خليها مضارع تام زي ما شرحنا اول جمله هاز تليفوند. خلاص يبقى طالما في جمله في الماضي، فعل في الماضي، حاجه بتدل عليها، يبقى لو ما فيش حاجه بتدل عليها يبقى الجمله مضارع تام زي ما اشتغلنا. يعني لو قلت لقد اهتمت الدوله بالتعليم، ما قلتش ولا امس ولا السنه الماضيه ولا اي حاجه بتدل على الماضي، يبقى الجمله عادي مضارع تام. يبقى the state هي الدوله has taken great interest in education. امال كلمه قد، قد دي يعني قد، يعني ممكن او ممكن لا، قد يشهد هذا العام تطورات، يبقى انا ابتدي بهذا العام ده الفاعل، وبعد كده اقول القد دي يعني ممكن احتمال، يبقى يعني may يشهد يعني witness، يبقى هقول كده ايه this year may witness. يبقى قد هنا ترجمتها ايه؟ may immense development towards peace، يعني تطورات هائله. فجبت برضو كلمه هائله الاول، بعد كده تطورات. طيب كان، وجي بعدها فعل مضارع، كان والدي يقرا الصحيفه عندما دق جرس الباب. مين اللي بيقرا؟ داد. طيب كان يقرا، يبقى حاجه كانت بيعملها في الماضي المستمر، يبقى dad was reading the paper when the telephone rang، لما التليفون رن. دي جمله بتهوب في الماضي البسيط. كان قد، كان قد وبعدها فعل ماضي يقابله في الانجليزي الماضي التام، يعني اقول لك ايه؟ كان بس يبقى ماضي ماضي مستمر. طب كان قد يبقى ماضي تام. طيب ماضي تام ازاي؟ صلى على رسول الله. طيب لو قال لي كان قد، قلنا فعل ماضي، كان قد وبعدها فعل ماضي، هنا بقى تبقى الماضي تام. يعني ايه بقى؟ بص انا بقول لك عندما وصلت السينما، ماشي يا عم، كان الفيلم قد بدا، ما هو كده يبقى الفيلم بدا الاول، فلما يكون في ماضي قبل الماضي يبقى ماضي تام. يبقى لك when I arrived ده ماضي بسيط عادي، اذا فيلم had started، الفيلم كان بدا، ده ماضي تام. تعالى مستر ناكد على شويه قواعد. بص بقى الميزه في الترجمه هنا ان احنا هنراجع ونحل على الجزئيه اللي احنا بنشرح فيها دي. تعال نشتغل مع بعض كده. بيقول لي هنا ايه؟ تتمتع مصر بعلاقات طيبه مع كل دول الجوار. هنا نظام الترجمه الجديد بقى ان انا هبتدي، طبعا انت قلت لي كده هبتدي بالسبجكت بايجيبت. طيب هنا بيقول لي انجويز ايجيبت، يبقى الجمله دي كده صح؟ انا هسال الجمله دي كده بادئ بانجوي، ها يا شباب صح؟ لا ما ينفعش، يبقى انا كده اول حاجه كنسلت الجمله دي، وانا لازم اكنسل كده. اقفلوا المايكات يا شباب لما اقول لكم افتحوا وتردوا. ها بيقول هنا ايجيبت، ابدا ابتدي الجمله بايجيبت ايجيبت ايجيبت، جمل ثلاثه صح.
تتمتع انجويز برضو التلاتة صح زي الفل. علاقات طيبة في صفة وموصوف، يبقى المفروض الصفة قبل الموصوف، يبقى المفروض جود بعد كده ريليشنز، مش ريليشنز بعد كده جود. يبقى انا هكنسل مين؟ ينفع ريليشنز جود دي؟ لا، يبقى انا كنسلت دي كمان. حلو، يبقى انا بقى عندي دايما اختيارين بركز فيهم، هتلاقيهم شبه بعض قوي. خلاص هيفرق حاجات بسيطة جدا. فهو Egypt enjoys good relations with all countries. هنا Egypt enjoys good relations with all neighboring countries. هنا countries neighboring، دول الجوار، المفروض الصفة الموصوف يبقى neighboring الأول، بعد كده countries. يبقى الإجابة إيه يا شباب؟ ها؟ نمبر 4. فاهمين يا جماعة؟ يلا نحل تمام. كده؟ يلا يا سماح اتفضل. لم يصف لن الأمر نسود الحب كما المجتمع ما لم ما لم تظهر نتقبل الوفاء، يعني بوجهات نظر المتعددة. نقبل بوجهات نظر المتعددة. ها، لن يعني في المستقبل لم اهو. ها، حلو. هستبعد الأول I want دي رقم مش اثنين عايزها هستبعد طبعا. اه حلو. واحد تنفع وتلاتة تنفع ودي تنفع لحد كده unless we ماشي شكرا. accept وجهة النظر كده لحد المتعددة دلوقتي الثلاثة زي بعض يعني. لحد كده لحد accept التلاتة مظبوطين جدع، حلو. عندي ها، very بوجهات النظر المتعددة، يبقى المفروض حاجة من ورا المتعددة الأول، لقدام صح؟ حاجة من ورا لقدام اه، اللي هي من أول الأدجكتيف. يبقى حاجة أنا من كده أول بوينتس دي، يبقى دي هكنسل رقم كام؟ حاجة رقم ثلاثة أربعة سوري معلش ها، أربعة. هتبقى الإجابة هتبقى مين ثواني طب ما كده الاتنين التانيين ثواني احنا كنسلنا لا، اتنين خلي بالك معايا، انت كنسلت دي وكنسلت ايه؟ دي بقى معاكي واحد وثلاثه. في باجي واحد في معايا حاجه مختلفه. بص بقى، شفت الاختلاف فين بقى؟ الفكره هنا في ايوه حاجه واحده مش هتاخدي بالك منها. ها؟ لا ثواني ها؟ يا مستر كده حاجه بسيطه قوي قوي قوي. ثواني وي ما انا بجيبها من ورا قدام اهو، ما هي كلها مظبوطه. طب عارفه ايه الاختلاف؟ ثواني من جوش يا مستر والله هقولها ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم ها؟ وي اكسبت وبعدين فيرجن في سبيلينج ولا ايه بص بقى كده، بص بص كده، بص كده. هنا في ايه؟ بوينتس، وهنا بوينت، في ايه بوينت، وهنا بوينتس. الله شفت الفكرة؟ هنا أو وجهة نظر، ربنا هنا وجهات نظر. هتبقى رقم ثلاثة اهو ده الكلام. ايه رأيكم بقى كده؟ شفتوا الموضوع؟ خلي بالكم، الترجمة الاختياري هي لذيذة، بس يعني مشكلتها ان هي الغلطة فورة، مش زي ترجمة تانية لو حليت النص ممكن تعدي معايا. طيب، أقوم الآن بعمل بحث عن التكنولوجيا الحديثة وأثرها في على حياة المجتمعات. يلا يا عمر. أقوم الآن بعمل بحث عن التكنولوجيا الحديثة وأثرها في حياة المجتمع. يبقى أقوم الآن يبقى أنا أستبعد رقم أستبعد الثانية وأستبعد الرابعة. عشان هنا دي مضارع تام. ولو أستبعد الرابعة عشان يصل إلى التكنولوجيا. طب اقوم الان، ما ام جوينج، والرابعه دي مضارع بسيط. شاطر، يبقى الزمن مضرب كده بسيط غلط. جدا وهنا جوينج ده مستقبل، صح كده؟ دي المستقبل يبقى التالت شفت كده الموضوع سهل ازاي؟ ده شاطر يا عمر. يلا يا ضحى. لم يسبق لي زياره اي بلد اجنبي في اوروبا وامريكا من قبل. ماشي ثانية واحدة I have لم يسبق لي، يبقى مين اللي ما زارش؟ أنا انا، يبقى يبقى انا هو هنبدأ ده. بالتالي هو حلو، اي لم يسبق لي يعني قبل كده، من قبل. يبقى الجمله كده فين؟ في زمن ايه ده؟ الماضي اه، مضارع ده التاني مضارع تام. ها، يبقى انا هنا اقول اه، يبقى انا اي نيفر فيزيت، يبقى انا كنسلت رقم كام الاول؟ رقم ثلاثه ثلاثة دي مش عايز. اي طيب، اي هافنت فيزيتنج، هي لا هافنت دي غلط ليها رقم. برضه ماشي بعدها يكون في اي دي حلو، haven't never. ما هو يا نوت نفي نفي لا never، ما ينفعش يبقى ما نفي ينفعش. يبقى كده الإجابة كام؟ رقم واحد. واحد سهلة كده؟
يلا، إن البحث عن وظيفة مجزية هو حق لكل شاب طموح. يلا يا سماح، البحث عن وظيفة يبقى السعي، بحث اللي هو السعي يبقى بحث عن سي. وظيفة مجزية هو حق لكل شاب طموح. ماشي، seeking أول كده كلهم work صح wide job لحد job كده كله كده شغال. صح؟ أيوة، هستبعد هي عشان ما ينفعش واحدة ماشي تستبعد. هتبقى إيز الأخيرة رقم 4. طب ات هنا مفيش فيرب، يبقى هنا برضو ما ايه؟ ما هي هتبقى الأخيرة، ما ما هي جاب بينفعش. هنا هي تتحل محل الضمير، محل الضمير is a right for every ambition. yes ambitious yes، شاب طموح. ايه طيب، ها ما انا قلت حضرتك هتبقى دي تبقى رقم أخيرة. ليه بقى؟ فين هنا الفاعل؟ ما هي يا ليه مستر يا هو مستر؟ مو بيقول انا لك البحث عن هقول وظيفة. ايوه، ما هو هنا بنترجمها قبل كده قلنا فيرب تو بي، ما ينفعش اقول ات وبعد كده از، ما ينفعش زي احط ما احنا قلنا فاعل وضمير ورا بعض، لان كل ده كده السبجكت، ده الفاعل. ده الفاعل، هو يعني يكون، يبقى هي ما دي ينفعش الاجابه. تبقى هي ايه عشان ده، غيرها. شاطر شاطر. ماشي، اللي بعد، يجب ان تمتلك كل المؤهلات التي تمكنك من الحصول على وظيفه مناسبه. ها، يجب ان تمتلك كل المؤهلات، يبقى سؤال انت مين؟ سؤال يو حد؟ ماست، لا لا عمر، يو ماست، يبقى هستبعد الثانية؟ اولا ماست هاز تمشي، لا، لازم ماست يجي بعد الماست، والثانية ماست ما باي تنفعش؟ تبتدي، لا لا، ها يبقى ماست يجي، يبقى أنت تمتلك من الحصول على وظائف مناسبة. عندي بقى هي ايه، يو ماست هاف اول ذا هتبقى كواليفيكيشن الثالثة، ذات انيبلز. تبقى الثالثة. هنا بقى ايه الفرق بين دي ودي؟ دي انيبل ودي انيبلز، كواليفيكيشنز دي جمع صح؟ يبقى هنقول ايه؟ التالتة زي ما انا قلت. شاطر، يلا ضحى، تقوم مصر ببناء مدن جديدة في الصحراء لمواجهة مشكلة انفجار السكاني. أول حاجة نبدأ بالفعل اللي هو Egypt، حلو، يبقى يبقى انا نكتب هكنسل. ورقم 4 برضه. جدع، هنا اهو تقوم ببناء، هنا ستاندز تو بيلد وهنا بيلدز بتبني، نيو سيتيز نيو سيتيز، ان ذا ديزرت ان ذا ديزرت، تو فيس تو فيس ذا بروبلم بوبيوليشن اكسبلوشن، ما وهنا كده برضه ذا بروبلم. الفرق في ستاند تو وبيلدس. هختار ثلاثة، تبني تبني مدن جديدة في الصحراء عشان تواجه مشكلة انفجار السكاني، ولا تقوم مصر. ماشي، يبقى هنا انت بتبني على طول. تمام، ستاند تو يعني ايه؟ ستاند يعني يقف بقى، يقوم يقف كده كأنه يعني، فاهم ازاي؟ ماشي. ولك ستاند زي ستاند اب يعني. طيب، لقد أصبح التطوير، طبعا كلمة أصبح ومعايا كمان لقد، يبقى أنا الجملة لازم تبقى مضارع تاني. حلو، طيب أبتدي مين أنا بقى؟ أبتدي بالفعل تطوير التعليم. يلا يا مين؟ سماح. ماشي. هستبعد 4. لا ثواني، لا هستبعد 3. has becomes، هل بكام دي ما تنفعش؟ ماشي، و has ماشي. became ما تنفعش، وهاز عشان بكام عايز بقى تصرف ثالث. كده؟ 2 و4. يبقى has become has become one of the list، ده الفرق، وهنا one of the most، هنا ثواني في فرق ثواني، بين list و most. لا تبقى مست طبعا، هنا تبقى ايه؟ of the most اهم الاهداف، يبقى ده موست. اكتر يعني دي كده هتبقى رقم 4. يجب علينا استخدام التكنولوجيا الحديثة حتى نستطيع تنمية اقتصادنا القومي. يبقى اول حاجة نستبعد اللي هي الاولى والتالتة عشان سو الأولى، we should والتالتة use modern برضه technology عشان so سو. that، هنا so that معناها لكي، ومفيش فيها كمان جملة كده غلط أصلا. طيب حتى to can، ما ينفعش to ماشي. can. طيب عندي بقى، انت قلت لي ايه بقى؟ we should use سو modern ذات technology وسو ذات ما تنفعش. in order، لا عادي تنفع سوزات، معناها سوزات دي معناها
لكي بس يجي بعدها فاعل، بعد كده ايه كان او كود طبعا حسب زمن الجمله، بعد كده نكمل الجمله. طب ان اوردر لازم ان اوردر ايه؟ ان اوردر فيرب اي ان جي، ان لا اوردر تو، ان اوردر تو، تو، وبعدين انفينيتيف. تمام خلي بالك معايا ان اوردر تو، فانا برضو دي مش تنفع، فاهمني كده ازاي؟ يبقى هي سو ذات يعني حتى او وي كان نستطيع ان نطور من هي ليه الناشونال مستر، ايكونومي. هي ليه ما تنفعش التانية؟ ما التانية برضك تو كان ديفلوب. يعني في حاجه اسمها تو يعني كده كان نستطيع، يعني تو بعدها فيرب موديل فيرب، هنقول تو ماشي ديفولب بقى على طول، ما عايز تكمل بقى ماشي كده نستطيع، فاهمني؟ ماشي. طيب قد، خدنا كلمه قد بقى مش احنا اشتغلنا على قد ولا قد، قلنا قد دي بنترجمها ايه لو فاكرين؟ لسه حلينا فوق فقط نفس بترجم الجمله مضارع تاني وماضي بسيط على الحته اللي بعديها. يا شباب، مضارع مين بسيط فاكر؟ يا مستر، ماضي بسيط لا ومضارع قد، تاني. بقول قد ما قلتش لا قد، بقول قد قد. مين؟ مين؟ ضحى، قد بنترجمها ايه ضحى؟ يا حاجة فوزية ارجعي فوق كده، يا حاجة فوزية هي نساية، قد بنترجمها ايه؟ مي والله كتر خيركم، ده نفس الجملة نساية، والله انتوا نسيين. كنت ها يبقى هنا this year may witness، خلاص بص اهو من اول قد خلاص عرفت ان هي may، هنا will، هنا has، هنا witness، فهمنا ازاي الموضوع بقى ايه؟ بقى سهل، هنحل كتير النهارده، تلاقي الموضوع ظبط معانا في الترجمه خالص. لقد قمنا، لقد قلنا لقد الجمله بتاعتنا تبقى ايه؟ مضارع تام، ولكن انا بقول لي الاسبوع الماضي، كده الجمله تبقى فين؟ في الماضي، شاطر. طالما الجمله في الماضي يبقى انا هكنسل هاف وهكنسل هاف، شفت كده الموضوع، انا كنسلت اتنين اهو، بقى عندي اتنين يا مستر. We had an exhibition for beautiful arts، هنا الجمله زي ما هي اهي، طيب حلوه قوي. And a big number of the talented، هنا توك وهنا هاف تيكن، هتبقى هاف، خلي بالك لا معايا انا تبقى توك الجمله كلها، احنا قلنا الجمله ماضي، توك، الجمله طالما ماضي يبقى الجمله تكملتها ماضي صح كده، يبقى هتبقى انا توك ليه يا اخد بابا هاف؟ نمبر 1. يبقى نمبر 1 دن دن دن. ها يلا يا حاجه ضحى، كنت اصلح الكهرباء عندما حدث لي هذا، حدث هنبدأ بالفعل حاجه برضو، كنت هي بعملها وحاجه تانية جت قطعت، حاجة ماضي. كنت ماضي ايه؟ أصلح، ماضي ايه ده بقى؟ ماضي حاجه بسيط، كنت، لا لا مستحيل، تمام. ايوه كده، يبقى انا هكنسل دي أما يستنى وهكنسل دي، يبقى ووز ريبيرينج ووز ريبيرينج الكتريستي وين ذيس ريكتبل بعد كده ريجريتبل انسيدنت. في حاجة قطعتها، ايه اللي مختلف هنا في الاثنين؟ يبقى كده ماضي بسيط. هنا بقى في المختلف، هنا ريبيرنج وهنا بريبيرنج، شفت الموضوع؟ بصلح، هنا بجهز بريبير، الكهرباء. بريبير يعني صالح، لكن بريبير يعني يجهز. الله ينور عليك، شفتوا الاختلافات في ايه يا جماعه؟ حلوه كده الدنيا دي، تمام مظبوطه؟ تمام، تعالى بقى نترجم من انجليزي، احنا كده حلينا كام جمله؟ 12 جمله من ايه؟ من عربي من لانجليزي، العربي تعالى بقى للانجليزي. نعكس من انجليزي وبعد كده العربي. موست اكسبيرتس، معظم الخبراء، ها؟ assert يعني بيؤكدوا أكيد that أن education classes educational education classes يعني دروس الايه؟ الفيزيكال education اللي هو البي اي التربيه البدنيه are important part، جزء مهم في تعليم الطفل، في تعليم العلم في الطفل، يؤكد معظم الخبراء، يؤكد بعض الخبراء دي ايه؟ غلط، هي تاني واحدة غلط وتاني ماشي واحدة غير ليه مهم. تاني؟ بص بإيه؟ طبعا فرقم طب هنا إيه؟ بقى من تعليم وهنا من شخصية، لا أنا من عايز تعليم ولا لا شخصية؟ تعليم، نستبعد تعليم شخصية. جدع، يلا ها مين اللي يحل؟ يلا يا عمر. Obesity is increasing public health problem in some parts of the world. of the world هو ها يعني إيه obesity دي؟ أو كلمة السمنة. السمنة. ميزه الترجمه الاختيار ان هو انت لو مش عارف معنى كلمه فتلاقيهم شبه بعض كلهم، فخلاص انت عرفتها. السمنه مشكله صحيه عامه، لحد هنا كله السمنة شبه بعض، مشكلة ماشي. صحية انا بقى يا سيدي عامة. انكريزنج تزايد، يبقى تتزايد في معظم أنحاء العالم، يبقى تاني واحدة، يبقى تبقى أول واحدة برضك. في بعض لا معظم العالم، غلط، في بعض ده تبقى رقم سي. في بعض أنحاء العالم، أيوة ما هي دي.
ده سي. طب اصبر كده، في تزايد في بعض انحاء. قسمنا مشكله صحيه عامه تستمر في التزايد. لا طب هنا قسمنا مشكله صحيه عامه تستمر في الزياده الملحوظه. في حاجه اسمها زياده ملحوظه؟ لا. لا يبقى يبقى يرفض. انا كده كنسل، احنا كده كنسلنا قلنا اول واحده وهنكنسل الاخيره الزياده الملحوظه دي، صح؟ طب طيب ايه الشيء سي؟ زايده صحيه عامه متزايده في بعض انحاء العالم، يبقى هي ايه يا جماعه؟ سي سي. حالي مفيش بجاية. كلمه تستمر. اللي بعد You must ماشي. You must you have to develop your skills to be able to get a suitable job. هتبقى عليك أولا هنستبعد تزويد، دي ما ينفعش أقول تزويد ماشي. وبعدين لتكون هي قد وظيفة نال مناسبة، وظيفة يبقى المشكلة عندي في تبقى سيتي إيه؟ ولا هوايتك يبقى ما هنا مفيدة ينفعش فايدة، اللي هي رقم يبقى اتنين ما مفيدة تنفعش. فايدة. وهنا هواياتك هوايتك وهنا مهاراتك. أنا عارف هتبقى هواياتك ولا مهاراتك؟ هوايتك احنا مش عايز عايزينها. مهارات. إيه بقى؟ الأولى يلا اللي يحل يا شباب يقفل المايك عشان الصوت. يلا ضحى اقفل المايك بقى، اللي يحل يقفل المايك عشان الصوت. يلا ضحى افتح مايك واشتغل. ماشي. most of the change لا The most damage. Damage. damage most of the damage to our environment comes from مش مهم what we طيب most Most of the damage كثير to our environment comes from consumption. What we consume, how much we consume. Consume يعني يستهلك. طيب معظم الايه بقى؟ الدمج اللي هو الدمار او الضرر. دمار أو تدمير انا هنا أو معظم الضرر. التلوث، يبقى انا ايه مش لا عايز. هنستبعدها. ماشي معظم يخرج معظم الضرر الضرر. في بيئتنا يأتي أو comes from يتساءل يعني ياتي بنفسه. منه، يبقى مش هستبعد كلمه ايه يخرج. الحق واللي ماشي تحتيها بقى يخرج يأتي معظم زي الحق بيئتنا. هتكون الأخيرة يا مستر. يبقى انت كده ما نستهلك. وكيف نستهلك؟ ها أيوة الأخيرة عشان لما يقول how much we ياتي consume معظم الضرر الذي يلحقنا من اللي هو كيف إن الاستهلاك. إحنا بنستهلك قصدي دي كيف ولا كم كمية؟ كيف how much كم وكم نستهلك. ماشي كمية ثواني يقول كده. ها يبقى وكم ايه؟ كم الكمية اللي نستهلكها؟ معايا؟ اللي بعد. يلا يا عمر فكر كده في دي. Over pollution is considered one of the most dangerous popular facing national. هي تعتبر الزيادة السكانية من أخطر المشاكل اللي بتواجه الدولة وبتأثر على عدد الوظائف المتاحة. يبقى تبقى رقم بي. طيب هنا أول حاجة تعتبر ازاي؟ قول لي هكنسل مين؟ كون يوم ده هكنسل دي عشان أكبر هي ولم أكبر أكبر؟ أكبر وأنا مش عايز عايزها. أكبر. ماشي وهكنسل تاني دي سؤال، عشان في أي قارة. قارة؟ لا إحنا عايزين دولة هنا نيشن يعني إيه؟ دولة دولة أو أمة. ماشي ها أنا مش عايز قارة. ها وكنسل سي عشان طبيعة تؤثر على طبيعة الوظائف. بتقول يا عمر؟ هكنسل سي من عشان طبيعة؟ طبيعة تؤثر على طبيعة. لا مش عايز. وهنا عايزين العدد، صح كده؟ عشان تبقى بيقول رقم نمبر. بي. عشان بيقول نمبر. ممتازين يا شباب. اللي بعد. The area of Egypt is about 1 million. 1 مليون سكوير كيلومتر most of land is desert. ماشي تبلغ مساحة مصر. هستبعد كلمة أقل دي.
اللي هو رقم قلبي مش عايز ماشي وحسب ان هو رقم اباوت يعني حوالي رقم طيب بي مليون مليون مش مليار اه مليون ماشي معظم ايه اراضيها رقم ايه انهار ايه مثلا ولا صحراء؟ صح صحراء ايه فاهمين يا جماعه؟ في المايك عندك يا فيزا عندك يا سماحه يا شيخ بعد خلاص يلا يا ضحى festivals are good opportunities for people الاحتفالات المهرجانات هي ماشي ايه؟ المهرجانات هي فرص جديدة لا هي فرص جيدة مش جديدة أنا سمعت يبقى جديدة دي فرص جيدة للناس to relax اللي هو لكي يستريح أو للاسترخاء and forget لينسوا نقط بقى كده اهو يبقى and جديدة دي تنفع؟ وينسوا جديدة دي تنفع؟ لا احنا نستبعدها الأخيرة وهنا تذكر يبقى هنا ما ينفعش انا عايز ناس نستبعدها يبقى دي برضو ودي ماشيين كده اهو هنا حياتهم العملية وهنا حياتهم اليومية ريجر ينفع اللي هي انتوا بقى الضغط يبقى ضغوط ريجرز اللي هي ضغوط of the ماشي ماشي everyday life حياتهم day life حياتهم اليومية يومية ماشي. العملية ايوه كده يا جدع شطار يا شباب we owe much اللي بعده ها we owe much to our parents we owe much to our parents نحن ندين لآبائنا وآبائنا بيقوموا بالكثير من الأشياء عشان يوفروا لنا أو إعطائنا الكومفورتابل راحة حياة مريحة وبيئة صحية طيب يبقى هنا أنا بيقوموا بالقليل مش هكنسل عايزها دي عشان فيها قليل وهكنسل إيه عشان إعطائنا اعطائنا احنا عايزين تزويدا ماشي بيتنا ها وهكنسل مربحة اللي هي رقم سي يبقى اللي جايبة عشان بي مربح انا عايز مريح مربحة جدع يا عمر ما شاء الله تمام يا شباب مستفيدين كده خش على الجزء الثاني برضو من قاعدة الترجمة راجع عليها سريعا احنا اتفقنا كلمة قد قبل كده قلناها ان هي ايه may طب هنا بقى قد يترجم الفيرب تو بي بقى هنا بنتكلم عن حاجة تانية بقى قد يترجم الى ضمير شخصي في اللغة العربية هو وهي وهم قلنا بنخليها فيرب تو بي ان هواياتي المفضلة هي يبقى ما اقولش شي اقول از مصر هي امي ماي ماذر از ما ايجيبت از ماي ماذر طب بنترجم الفيرب تو بي لفعل اخر يتوافق مع سياق الكلام خلاص كده تمثل الحريه يبقى لو انتم فاكرين هو وهي ويعد ويمثل وكل ده قلناه في معادله الترجمه قبل كده كل ده بنترجمه فيرب تو بي خلاص طيب الفيرب تو هاف ممكن نترجمه بعند ويملك ولديه ويقتني ويتناول ويصاب ويناقش فيها حاجات كتير قوي لقد اصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز اقتناء يعني يملك جهاز يبقى هاف الضمائر المستتره في اللغه العربيه لازم نظهرها يعني ما ينفعش اقول لك ايه نفخر مين النفخر احنا يبقى نو نفخر يبقى وي ار proud that education is the first national إيه؟ national project in Egypt التعليم هو المشروع الأول في مصر يبقى احنا كده بنتكلم على الفيرب تو بي بنتكلم على الفيرب تو هاف عندي بقى الأسماء المعنوية بصفة عامة لا تأخذ ذا فاكرين احنا في الوحدة نمبر 4 تقريبا يونت 4 لما اتكلمنا فيه عن وجبات لغات مواد دراسية شهور فصول أسماء معنوية كل الحاجات دي ما نحطش ذا يبقى بيوتي وأونر وتروث ولاف وفيرتشو وبروجريس وفريندشيب وبيس وأونستي كل دي حاجات معنوية ما ناخدش ذا طيب يبقى بقول لك التقدم ما قلتش ازاي بروجرس هو بروجرس عشان هنا دي ده اسم معنوي طب المضاف والمضاف اليه لما يكون عندي ايه صفحات النت باب الفصل يعني نكره ومعرفه احط ازاي قبلها خلاص لا اما اعملها عكس كده يعني لما اقول باب الفصل يبقى اقول لما تقول لي ذا وتقول لي باب بعد كده اوف بعد كده تقول الفصل يبقى ذا دور اوف ذا كلاس او انك انت تقول لي ذا كلاس دور فهنا ممكن صفحات النت نقلبها على بعض كده فنقول ايه صفحات النت فنقول نت صفحات يبقى انترنت بيجز او ذا بيجز اوف ذا انترنت تاني يعني انا عايز اقول غلاف الكتاب يبقى تقول لي زي غلاف اوف الكتاب وترجمها بقى هتقول لي كده ذا كفر اوف ذا بوك او ذا بوك كفر تمام طيب زرت منزل والدي بالامس يبقى اي فيزيت ماي ماذرز هاوس ممكن بقى طبعا نتكلم على ان هي تبقى ملكيه قراءة الكتب مفيدة جدا يبقى reading books قراءة الكتب الصفة تيجي قبل الاسم عكس اللغة العربية طبعا رجل طموح يبقى طموح الأول بعد كده رجل مشكلة خطيرة تبقى خطيرة الأول serious بعد كده problem طب خلي بالك من الصفات المعطوفة مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني إيه صفات معطوفة؟ يعني كذا صفة يبقى هون political يبقى نقول سياسية economic اقتصادية social اجتماعية بعد كده أحط كلمة problems اللي هي مشاكلنا
اماكن طب عندي سياحيه اسمها جذابه صفات شيقه. معطوف، يعني اسمها، يعني حط لي واو عطفه، واو العطف، قول مشاكلنا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، عادي كده كده مشاكلنا دي ناون، فتبقى في اخر الكلام اللي هو بروبلم. ابتدي عادي سياسيه اقتصاديه اجتماعيه، ترجمتها بسياسيه بوليتيكال ايكونوميك اقتصاديه، بعد كده ان طبعا عشان دي اخر حاجه اقولها، ان سوشيال. اما الصفات اللي غير معطوفه يعني اماكن سياحيه جذابه شيقه، ساعتها بقى ما اقولش سياحيه وجذابه شيقه، لا اقول شيقه جذابه سياحيه، خلي بالكم من الحاجات دي، يبقى اقول wonderful attractive tourist places. فهمنا كده الصفات غير معطوفه؟ تعال نحل بقى يا مستر، يلا. معرض القاهره الدولي، ماشي. للكتاب صوره مشرفه لنهضتنا الثقافيه. طب ذا كايرو انترناشونال بوك فير، لحد هنا كله ايه؟ هنطير رقم واحد. هنا مفيش فيرب، يبقى انا كنسل. هنا ايه؟ وهنطير رقم سي، يبقى انا كنسل واحد. كنسل واحد وكنسل رقم واحد. ثلاثة عشان فيها ايه؟ عشان حرف حرف ساء متحرك وجاي مع حرف ساء. هنا اونربل، الاتش هنا شطار ما شاء الله. خد ان. باور وجاي. ومفروض رقم اثنين تبقى كلتا. اور. ليه؟ تبقى رقم اربعه، ما هي اثنين فيها مش كالتر، المفروض اسمها مش عارف كلمه كالتشرال يعني ثقافيه، المفروض ثقافيه الاول بعد كده نهضه. جايب نهضه قبل ثقافيه. يبقى انا هختار على نمبر اربعه. شطار. السياحه مصدر رئيسي، هبتدي بالسياحه اذا مين سورس، مصدر رئيسي توريزم، توريزم اذا مين. طب از اتس امين، يبقى دي ما تنفعش، ده هو كده قررها تاني. هو المفروض بس هو كنسل رقم واحد عشان ما فيهاش فعل اصلا. ما فيش فعل، شاطر. المفروض از بعد كده هكنسل رقم. وي اول انترستد، وي ار طبعا، وي ار محمود، شاطر. يبقى انا هيبقى كنسلت دي، يبقى ثلاثة. ما شاء الله عليكم، ممتازين يا ولد. يلا يا سماح، يجب عليك ان تتحلى بالطموح فهو سبيلك للنجاح. يشد بي هي ميشن ولا هاف، يبقى بي دي يعني ان تكون. طب لو ان تكون يبقى ان تكون طموح، لكن ما ينفعش ان تكون الطموح، يبقى الاولى كانت سلتها. ماشي. طيب بيكوز يور اواي ات هاز، برضه ات هاز دي بتنفع. ويور الفيرب تو بي اخر واحده ما تنفعش، عايز فيرب تو بي، هي رقم ثلاثه. شطار ما شاء الله عليك، فهو سبيلك النجاح ما شاء الله. للعولمة تأثير كبير على معظم الدولة، عولمة يعني جلوباليزيشن، جلوباليزيشن يعني العولمة. طيب يبقى المفروض تأثير كبير، يبقى لل دي يعني لديها يعني يبقى انا كنسل الفيرب تو بي. هاز وهات اكنسل، وهات كندا ان شاء الله. هتبقى موست كانتريز اوف ذا وورلدز، للعالم اوف ذا وورلدز، هتبقى وورلدز الاس اللي في الاخر دي الاولى. يبقى ان شاء الله. يلا ضحى، معانا ضحى. سيارات الجديدة مزودة بجهاز يمكنه، يبقى ماي نيو كار مزودة. يبقى انا هكنسل، هنستبعد الأولى، هنستبعد الأولى عشان نفترض تكون دي مفرد، يبقى هتكون فيها اس ماشي يعني. ماشي كمل. وهكنسل برضه الإيه؟ الثانية سبلايز يعني ذا فيرب، أنا عايز مزودة يعني لديها. يبقى هاز ا ديفايس ذات انيبلز مي، بعد كده هكنسل الرابعه عشان هي مش جامد. تو فايند اوت ذا بيست روت تو دي، هنا انيبلز، هنا مزوده بجهاز انيبلز، الجهاز هنا مفرد، الجهاز واحد. هنا انيبل بس، لان انا عايز اللي هي المفرد، ما هو جهاز بيزودني، يبقى انيبلز بيمكنني تو فايند اوت ذا بيست روت، اللي بيمكنني الجهاز، والجهاز ده سنجلر. معايا؟ تمام. اللي بعده، المال وسيله غايه لا ماشي. The money is money ما ينفعش the money money بس. شطار. بعد كده is in so we should invest it in a useful، المفروض زي useful وبعدين هقول المفروض زي يوزفول ولا يوزفول بس. عندي كده فرق، ذا يوزفول بروجكتس المشروعات المفيده، ولا ان يوزفول بروجكتس في مشروعات مفيده؟ لا مشروعات مفيده بس.
يبقى تبقى مشروعات مفيدة. ان يوسفل بروجكت. شطار. طلع عمر. إنه مرار سرية تمكننا من مقاومة الأمراض والتمتع بالحيوية الصحية. يبقى هكنسل رقم اتنين عشان ذا سبورت. تمام. وبعد كده هكنسل رقم تلاتة عشان فيها ذا ديزيجن ديزيس. براكتنج سبورتس ممارسة الرياضة انيبل. انيبل برضه ما ينفعش. تمام. وتاني الممارسة تعمل معاملة المفرد يبقى enables us. enables us ماشي. وصح. to diseases and يبقى enjoy هتبقى رقم أربعة vitality and health وين تمتع بالحيوية والصحة. اه دي حاجات معنوية يبقى ما ينفعش احط زي احنا قلنا الكلام ده فوق. يبقى ايه أول واحد قول. اللي بعده ساعد اكتشاف الهيكل العظمي. ها يبقى عندي اكتشاف. هتبقى عندي discovering the skeleton. ايوه. help the scientist. يبقى العلماء ساعدوا في اكتشاف. يبقى برضه دي مش عايزها. the skeleton مش هتنفع ديت. the skeleton برضه مش هتنفع. يبقى هي هتبقى الاولى. عندما اذهب الى الريف اقيم مع اسرتي في منزل بعيد. يلا ضحى. عندما اذهب الى الريف اكنسل مين يا ضحى؟ ينفع وين جو؟ لا لازم يكون في جوز وانت كانسل سايب هنا ستي برضه ده انا بجد ايه؟ انا برضه ما ينفعش. اي ستي وذ ماي فاميلي هنا ريموت وهنا هاوس ريموت. انا عايز الصفه قبل الموضوع. رقم ثلاثه صفه في الاول. يلا يا عمر. يهتم مصر بالطفل انه بيمثل امل الامه ومستقبلها. يبقى ايجيبت تهتم ده مضارع بسيط كده. يبقى ايجيبت كارز. يبقى تبقى رقم اثنين. يبقى انا هكنسل سكيرنج وهكنسل كيرد. وايجيبت دي مفرد ما ينفعش كير صح كده؟ يعني يبقى كيرد. اللي بعده يعتقد بعض العلماء هستبعد الاولى عشان علماء جمع وهنا think اسم مفرد. ماشي. وبعدين عندي تيك 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 تنتهي. جينيتك الجينيتك العادات الوراثية evolution والان هستعمل الأخيرة جد. اه والان the problem ستنهي مشكلة. the hunger and the problem of the hunger in the world كده. هنا some scientists وأصلا scientists وهنا some scientists. تبقى الأخيرة تبقى سيسة تلاتة عشان العلماء تجمع. some scientists. أيوه كده بفضل التخطيط. يلا ضحى. بفضل يعني ثانكس تو. طيب التخطيط الجيد يبقى جيد بعد كده التخطيط. يبقى انا هكنسل ويل بلاي ويل. طب جود بلاننج اهو. ذا ايكونومي وهنا ايكونوميك الوضع الاقتصادي. ها اسمه ايكونوميك سيتويشن يعني ايكونومي ده اقتصاد. انا عندي هنا ايكونوميك وعندي ايكونومي. لا ايكونوميك معايا الوضع الاقتصادي في بلدنا اخذ في التحسين. has been improving وهنا برضه has been improving. يبقى هنا ايه economic ولا economical؟ يلا يا عمر. لقد تقدمت مصر. لقد تقدمت مصر في كل المجالات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه. انا استبعد رقم ثلاثه واربعه عشان فايلد المفروض يجي في الاخر. وهتبقى رقم اتنين رقم واحد عشان economic بعد كده social بعد كده political. الحاجات المعطوفة عادي فهقول عادي يعني هقول سياسية يبقى بوليتيكال بعد كده سوشيال. بوليتيكال يعني اقتصادي. نعم بوليتيكال يعني اقتصادي يعني سياس. طيب الحاجات المعطوفة تقدمها واحدة واحدة عادي. السياسي قبل الأخيرة بقى. لا ما هو المعطوف غير يعني ده معطوف فترجم سياسي بعد كده اجتماعي بعد كده اقتصادي. مش حضرتك قلت من ورا لقدام. ده الكلام ده لو هي غير معطوف. أماكن سياحية جذابة رائعة مفيش واه معايا؟ ماشي. يعني قلت إن المجالات سياسية اجتماعية اقتصادية مفيش واه واه واه. وصلت؟ ماشي. حجينا واحدة زي دلوقتي. لقد قام مشهور هتبقى هستبعد مين الأول؟
زبد ألطف ألطف أكسس مش عايز هاد طبعا. بعد كده اجراء العديد من اعمال زراعه قلب النجاح، يبقى عايز ابدا بالنجاح. النجاح تبقى successful، successful heart transport transplant. يبقى هي لازم ابدا بالصفه الاول اهو. هنا بقى يا عمر ايه؟ بص يا عمر، زراعه قلب ناجح، يبقى هنا بقى ايه؟ تقول لي ناجح بعد كده ايه؟ تقول لي قلب بعد كده زراعه بعد كده عمليات. فهمت كده الفرق بين الاثنين؟ ماشي. دي معطوفه فيها واو، لما فيها يديني واو. واو ناخد عندي في الاخر صح؟ اه طبعا. وفي واو ترجمها واحد اثنين ثلاثه عادي زي ما احنا ماشيين. مفيش واو يبقى ترجم من ناجح للقلب للزراعه العمليه. يجب ان تهتم الدوله بالموهوبين في كل المجالات. يجب ان تهتم الدوله بالموهوبين في كل المجالات. ماشي. فور. يبقى انا الموهوبين يبقى اسمهم ايه؟ تالنترز. لا ما هو انا عشان اقول موهوبين عملوا زي العمي كده، يعني الصفر ما احط لها تاء تجيب الجمع. يبقى انا تالنترز دي مش عايزها اس ديت. ايوه هستبعد اللي فيها اس برضه. وهنا برضو يبقى انا هاخد مين؟ ذا تالنتد يعني موهوبين، زي ما بقول ذا بلايند العمي. تمام. مصر مهد الحضاره. يلا ضحى. مهد يعني بيرث بليس. يبقى هنا هكنسل الحضاره. هنا ممكن استنوا كده الاول اهو. ايجيبت از ذا سيفيلايزيشنز بيرث بليس اند ذا بيس اوف ذا هيفنلي مسجز، الرسالات السماويه. اللي بعده ايجيبت از وفي الاخر جايب لي مهبط. لا دي مش عايزها. وانا استبعد الثانيه برضه لان فيها هنا هو بدلهم هنا ذا بيز اوف هيفن. يبقى هنا فين بدلهم؟ هنا كلمه بيز هو كاتب هنا ذا هيفل ليه هيفن مش عارفه انطقها والله. اللي جاب لي كلمه اند ذا بيز اوف هيفنلي مسجز رقم اثنين. هنا هنا مساج يبقى مش عايزينها مساج، عايزين رسايل مسجز. يبقى عندي هنا ايجيبت ذا بيرث بليس اوف ذا فلايزيشن اند ذا بيز اوف ذا هيفنلي مسجز. طب ايه الفرق بينها وبين الاولى؟ الاولى هنا برضه عندي هنا بقى مهد الحضاره، فانا عندي مضاف ومضاف اليه. وهنا كاتبها لا وهي شبه الاولى برضه. And the bit of heavenly messages. هو طالما انا ما عملتش ملكيه ومش هعمل ملكيه في الثانيه، مش هعمل في الاولى واسيب الثانيه. طب ليه اسيب اللي هي الاولى برضه غلط؟ وانت قلت هنا اهو ومهبط، مش انت قلت هنا مهد الحضاره وقلت هنا civilization the birth place. ايوه. طيب يبقى لازم ملكيه برضه في الثاني. تمام. اللي بعده تهتم وزاره التربيه والتعليم باصلاح نظام التعليم الخارجي لينا احنا. استبعد الثانيه عشان ما فيش اوف. الثانيه وهستبعد الرابعه برضه. الرابعه استبعد دي برضه. دايما بصوا دايما المضاف مضاف اليه ذا واوف. ذا والاسم الاول اوف والاسم الثاني. اه يعني زي اللي قبلها، هي مش ملكيه. تمام. هو يقصد هنا والوزاره بتاع التربيه والتعليم، زي هنا اقول المهد بتاع الحضاره مش ملكيته يعني تملكها، مش هقول زي ما اقول احمد سكار عربيه احمد. معايا؟ تمام. ماشي اللي بعده. يلا عمر. اذا بوليس البوليس اول حاجه استبعد اللي هي رقم سي الخارجي المفروض الاجنبي استعمار اجنبي في مصر وسلف على التحقيق. واستبعد رقم دي عشان تقليل مش للتحقيق. واستبعد رقم ايه عشان اهداف البلاد المفروض اهداف الحكومه. نعم. يبقى رقم بي. There are many solutions which we may take up to prevent overpopulation. استبعد رقم سي عشان قد لا نتخذها. تمام. واستبعد برضه رقم عشان القليل وتنظيم وهنا تقليل الاسره ومن اهميات
يبقى مستبعد رقم بي ويبقى رقم ايه؟ يلا ضحى. حاضر يا مس. To move factories from the center of the cities to reduce pollution and keep the environment clean. يبقى من الضروري. من الضروري. ننقل المصانع. ها يبقى من الأساس. ننقل المصانع إلى إلى منطقة. منطقة الإيه؟ يبقى هنا خارج المدن دي مش إيه؟ هنستبعدها. عايز. ماشي. يبقى من وسط المدن. reduce. يبقى للفضاء ولا للحد من التلوث؟ reduce يعني يقلل. يعني يحد منها صح؟ ماشي للحد يعني يقلل من التلوث. تمام. طيب the state pays الدولة. يلا يا سماح هستبعد الأخيرة ديت صغيرة دي ما تنفعش. ولا الدولة اهتماما كبيرا بموهوبين هنا في بعض هنا في كل يبقى هتبقى سي. هنا فنانين وهنا ممثلين. سي ارتستس دول ممثلين صح كده؟ يبقى انت قلت ايه؟ هتبقى ارتست هتبقى سي بي ولا سي كده؟ ما ارتست ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ ارتست ديات الفنانين. طيب to create a generation of scholars اللي هم الباحثين او العلماء and artists الفنانين والفنانين عشان نقول مثلا تبقى actors صح؟ actors فيديو جيم يبقى هستبعد رقم دي عشان العاب مفيش ادمان. واستبعد رقم سي عشان ايه صحية ايجابية. المفروض اصلا ايجابية ضرة يبقى تبقى رقم بي. تمام. طب ضرة ولا ديتريمنتال يعني محددة؟ ديتريمنتال يعني محددة. ماشي يبقى محددة. scientists العلماء are investing boom. هو في كلمات ما نعرفش معناها. هل نعرف معناها منين؟ بالممارسه بقى احنا بنحل كتير اهو. ده ضرر انا هارمفول صح؟ هارمفول وديترماين يعني يحدد. scientists are investigating بيستثمروا في البوسبيلتي اوف ميكينج بلانيت مارس كوكب المريخ هابيتبل اي بليس فور هيومنز تو ليف ان. بيستثمروا making فين يستثمر يدرسون أمام مش كلمة investing ديت يعني يستثمر يستثمر. ماشي يبقى العلماء يستثمرون العلماء. لا هنا مش يستثمر investigating يعني يحقق يتناقش شيء. يبقى أنا هشيل كلمة يدرس يعني ببي أو يتحرى هنا عادي برضه تمشي برضه إيه يتحرى بيتحقق يعني الحاجة دي يعني كوكب المريخ هنا كوكب المشترك مستر يعني الكلمه دي معناها يناقش معناها يتحرك يتناقش او يتحقق عادي انفستيجيتنج يعني يحقق انا بتحقق معاك او بناقشك في الحاجه دي. انفستيجيتنج مش انفستنج. انفستنج هي الاستثمار. ماشي طيب تعال نكمل بقى. الضمائر المستتر في اللغه العربيه كنا لازم نظهر بيها زي نقول نفخر لغويه احنا. الضمير المضاف لفعل يترجم ضمير مفعول مي او هم يعني يقول لك ان تعلم لغتك يمكننا ممكن احنا يبقى اص. الضمير المضاف لاسم يترجم صفه ملكيه يعني لما باجي اقول سيارتهم الخاصه بتاعتهم هم يبقى هنا ملكيه زي برايفت كارز. طب ازاي نتعامل مع كلمه لن؟ لن دي يبقى في المستقبل اللي هو لن يبقى وونت عشان نعرفها كده. طب لم دي كده في الماضي يبقى didn't يبقى اي وونت ستادي انا لن اذاكر. طب لم في الماضي يبقى I didn't study. طب مفعول مطلق لا يترجم ولكن استخدم ظرف او جمله ظرفيه تدل على معنى. يعني ايه ما يترجمش؟ education developed مستر ايه لم تترجم didn't wasn't weren't لو بعدها اسم او صفه تبقى wasn't weren't. لو بعدها فيرب يبقى didn't. ممتاز. طب الظرف ياتي قبل او بعد الفعل او قبل الصفه او بعد الظرف. يبقى خلي بالك معايا وهي behaves foolishly بيتصرف بحماقه. exams are accurately corrected جت هنا بصفة فهنا بنقول إن هي بدقة
بتصحح بذلك هي arrived at school very late. هي extremely important. خلاص انا هنا صفة فهمت جت كده. تيجي بعد الفعل أو قبل الصفة أو بعد الظرف. أو بعد إيه؟ الظرف. فين اللي بعد الظرف؟ هو very. ما هو very ده ظرف وليه ده ظرف. فين قبل الصفة؟ أهي. extremely important accurately correct. ده قبل الصفة. فين بعد الفعل اللي هو إيه؟ بعد behave. طب عندي لام، لام التعديل لي أو لكي أو مش عارف، ممكن ترجمها to أو so as to أو in order to. وممكن so that. ممكن يا جماعة so that. هو خلاص ممكن for كده بس بيجي ده ING. نعم. وحضرتك خلصت كده عشان بس علي درس. لا 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 ماشي، عايز تفضلي اتفضلي. من والصفة، من وأن، من الأفضل لنا أن نتعلم اللغات لأنها وسيلة اتصال بين الناس. احنا خلاص قربنا خلاص. ها it's better for us، من المهم لنا to learn languages، نتعلم لغات. As they are means of communication among people. تعال نحل الجزء ده كده. احنا كده ناقص لنا ايه؟ خلاص دي أسئلة برضو من الكتاب المعاصر لو عايزين نبص فيها مفيش مشكلة. دي ترجمة لسه نازلة من كتاب معاصر برضو جديد. نسبة هي دي اللي انت باعتها في الجروب دلوقتي ولا ديت انا واحدة بعت تانية؟ لكم لا لا دي الملزمه دي انا بعتها لكم على الجروب. وفي اخر ملزمه كده في تيست سنه اختبارات على من كتاب جيم، اختبار زي اخر السنه كده بالظبط او بتاع الترم الاولاني اللي انتوا بتمتحنوه بالطريقه الجديده يعني. يعني طب لو يا جينا مستر حبينا نحل جملتين جملتين من السؤال دول عشان نخلص المحاضره دي. ها لو عايزوا الكثير من الشباب دول من امتحان من كتاب جيم، كثير من الشباب متحمسون للمشاركه في العمل الاجتماعي. يبقى انا هبتدي بكثير من الشباب. A lot of ايه؟ a lot of young young people بس او yes لازم young people. يبقى انا مش عايز، يبقى تمام. هو most دي معظم، يبقى انا برضه ايه مش عايز الكثير من صح. يبقى a lot of الكثير من are طب keen on وميني taking برضك part ما in. تنفعش وهنا من participate in social. نعم ومني برضه مش تنفع. يبقى انا عايز ايه؟ بي. بي طب يا يلا مستر ضحى قول يا حبيبي. هو مش هتيجي المقالي؟ ما المقالي هو ما عندك الاسئله بس. لا انت عندك بقى، هو في هيجي لك بس هنا ان شاء الله. مقالي؟ يعني الترجمة مش هتيجي مقالي؟ لا الترجمه اهي قدامك اختياري اهو بالنظام الجديد لسه نازل. الكتاب المعاصر الامتحانات اللي فيه الترجمة المقالي دي ايه؟ ما لسه نازل الترجمه اهو قريب. ماشي ماشي ماشي. انت نزلت في كتاب المعاصر قصدك الكتاب الكبير اللي معاك صح؟ لا ما هو ده خلاص ما نزلت، دي مواصفات جديده لسه نازله. unemployment يعني البطاله. كان ثريتين بتهدد بطالة الامن تهدد والاستقرار. الأمن. والاستقرار stability يعني استقرار. يبقى انا مش عايز امن وثبات، لا عايز أمن سلامه وامان. واستقرار. أي يبقى تنفع بي تنفع دي هتقارن بعدين لل society في المجتمع المصري بعد كده the solution to this problem حل تلك المشكلة. الفرق اهو، هنا بيقول انفستمنت استثمارات، هنا بيقول راس مال وهنا استثمارات. يبقى ناخد مين؟ بي استثمارات، لكن هنا راس مال. يبقى ايه؟ بص هتلاقي الاختلاف هنا. ماشي فاهمين يا جماعه؟ اي طيب تعال نحل هما بقى واحده اخر الامتحانات دي حاجه بتاعتها كده ايه يا مستر؟ بتاع الاضواء جيم. ولا المعاصر؟ جيم. ها يجب ان الاضواء. نتعاون كل أفضل. ايوه انا بعت لك على جروب. اوكي تمام ماشي يلا اخر حاجه نحلها اهو. يجب ان نتعاون كل افراد المجتمع. يبقى ابتدي بكل افراد المجتمع. all يبقى members of all society ايون should cooperate، يجب ان هم يعني يتعاونوا. يتعاون to fight bullying. هنا باتل اللي معركه بقى، هنا فايت بولينج، هنا احنا قلنا يحاربوا فايت التنمر. يتعاون فايت. الله ينور عليك. يلا عمر اخر واحد. setting your goals تحديد اهدافك. helps you know where to concentrate your effort. ان تعرف اين تركز ايه؟ كونسنتريت يعني تركز جهودك. وعشان تحققها يجب ان انت عندك ايه؟ العزم شبه والشجاعه. رقم قلت سي. لك ايوه يا رقم سي كده يا شباب. احنا ايه حلينا طلاب اولى ثانوي وثانيه ثانوي الترجمه الجديده. تمام يا شباب، يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره دي. تمام اكتبوا لي التعليق اللي انتوا عاوزينه واسيب لكم لو عايزين برضو مذكره المراجعه او مذكره الشرح الترم الاول او الثاني او اي مراجعات تبعتوا على الواتساب والسكرتيريه يرد عليكم ويقول لكم تفاصيلها ايه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.